بعد ختام مؤتمر القيادات الدينية في مواجهة خطاب الكراهية الذي عقدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان، والذي شاركت به وفود عربية وعالمية من ضمنها وفد ديني أردني، استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات الدكتورة نوال الفاعوري التي شاركت في المؤتمر بورقة عمل ركزت فيها على ثقافة التسامح والوئام واحترام الإنسان. ولأن الأردن نموذج حي للعيش المشترك في هذا العالم، تحدثت الدكتورة الفاعوري في هذا البرنامج عن مشاركتها في ذلك المؤتمر. كونوا معنا. أنت سيدتي كنت مشاركا الأبرز في هذا المؤتمر، ذكرينا حتى يستفيد إخوتنا وأخواتنا، ما الرسالة التي قدمتيها في مطلع الجلسة الافتتاحية؟ في الواقع هذا المؤتمر لم يكن الأول وسوف لا يكون الأخير، لأنه يمس قضية في غاية القدسية وهي قضية حقوق الإنسان. نعم. وبالتالي هي قضية عامة وهناك معاناة لكثير من الناس في هذا العالم. نعم. لقضايا حقوق الإنسان وممارسة هذه الحقوق وسقف الحريات وأيضا يعني التعاون والحوار والتكامل لخدمة القضايا الإنسانية والحياة البشرية. نعم. بشكل عام، فكان هذا المؤتمر الذي أعتبره نقطة مهمة جدا وترك آثارا في غاية الأهمية في نفوسنا وفي أرواحنا، لأنه يعنى بقضية تمس الجميع. أنا كانت ورقتي حول دور القيادات الدينية وهي تشمل النساء والرجال على حد سواء، لأهمية دور رجال الدين وأهمية القادة الدينيين في مجتمعاتهم، لأن الدين ينسجم انسجاما تاما مع القضايا الإنسانية، فلا بد من استثمار هذا الجهد واستثمار هذه الطاقات الموجودة في بلداننا وخاصة في الأردن في الواقع، لأن الأردن أنا أعتبره نموذج حي للعيش المشترك. نعم. حيث أنه جزء من حياتنا وأن هناك ثقافة تربينا عليها وهي جزء من ذاتنا، بأننا نعيش بإنسانيتنا لإنسانيتنا مع اختلافاتنا وليس لاختلافاتنا. نعم. نعم. إذن الاختلاف هو حاجة ضرورية لحياتنا وهو يؤدي إلى تكامل الرؤى وإلى التعاون وإلى الحوار وإلى التشارك. هناك مساحة كبيرة جدا للمشاركة في كثير من القضايا، وبالتالي هذه حرية لكي نقوم بتضافر الجهود، بناء تفاهمات مشتركة لمكافحة خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى عدم استقرار في مجتمعاتنا ويؤدي إلى العنصرية ويؤدي إلى إقصاء الآخر، وهذا يقيني أنه يخالف الفطرة الإنسانية التي خلق الله الناس عليها.